الجزائرية. كما ستدوم هذه النسخة 45 من هذه المدرسة التي بدأت يعني منذ الآن 57 سنة من يعني منذ 1967، ويحدث لنا الشرف لاحتضانها، تكوين مكثف في علم الفلك من قبل أخصائيين يعني أجانب يأتون يعني من عدة بلدان حول العالم. 30 من الطلبة، 15 طالب أجانب و15 طالبا من الجامعات الجزائرية، راح يسمح لهم هذا التكوين اللي راح يكون على مدة 3 أسابيع من تحصيل معلومات قيمة في علم الفلك. أنا متحمس جدا لبرنامج هذه المدرسة لكونها تمنح فرصة كبيرة للفلكيين الشباب مثلنا، حيث تمكننا من الاطلاع على آخر التطورات في مجال علم الفلك. هي فرصة كبيرة خاصة للطلبة الأجانب، فالمدرسة تقدم تكوينا متنوعا جدا وبجودة تعليمية متميزة. أنا متحمس للغاية وفخور أيضا بوجودي هنا. هو إيفنمون يعني تري امبورطون للطلاب الجزائريين في الأستروفيزيكس، في علم الفلك، ونحن يعني هنا لكي نطور قدراتنا في علم الفلك، ولكي يعني pour encourager développer يعني ce domaine qui est très important.